اليوم عندنا شغل شايد، صار لنا نعد له يمكن اسبوعين، تركيب مكيف على يخت. خلنا نروح نشوف شنو الوضع راح يصير عندنا هني في الكوت. يلا بسم الله بدينا. نركب مكيف حق طراد، فاول شيء سوينا القاعده، هذه قاعده المكيف، وبعدين يبناها هني حق مصنع يسوون يحولون الحديد هذا يطلونه بجافنايز، فيصير بعدين الحديد في عليه جافنايز، طبقه الجافنايز مقاوم للصدى او ان اللي ما يصدي بالطريقه هذه، وبعدين نشوفها ان شاء الله لما تخلص. ويا ساتر وستر، ركبنا الحين الماكينه فوق، بعدين اشرح لكم على الماكينه. هذه اغراضنا كلها، الله يستر ما شيء يروح البحر. الحين الماكينه ركبناها فوق، هذه الماكينه. اوكي، ثبتنا الخشبه 18 ملي، حطينا الزوايا هذه من ورا على اساس نمسك المكيف من اليمين ليسار ونمسكها انها ما تطيح لبرا من طق الموج ان شاء الله. طبعا ما في احد يقدر على الموج، ولكن نحاول. مسكت بهذه ومسكت بالفيبر اللي ورا. اذا كان المكان هذا ضعيف كان مفروض نمد براغي طويلة ستيل لاخر شيء تمسك مع الفيبر اللي ورا. الكرفان كان خالصين من زمان، خلال ساعتين او ثلاث ساعات، ولكن الطراد يحتاج الى شغل اكثر. وهني الطراد بعد نحتاج نسوي هول، فايش رايكم نسوي هني ولا نشيك اول؟ خلنا نشيك. ويلا نقول بسم الله. ما شاء الله، هذا من تحت وهذا من فوق، طبقة والله. لأن طراد ويميل قدام وورا، فحطينا له هوزين، واحد من اليمين وواحد من اليسار، فدائما طراد تعرفون يصعد وينزل يصعد وينزل، فحطينا له هوزين. والحين فتحات الماي، هذه فتحة الهوز الماي. قولة صاحب اليخت صانعين بضمير، والله احترقتني. متى؟ 5 سنتي هني بهالجسر هذا. ساتر، اخيرا هذا الهوز راح الحين هني فوق، هذا هوز الماي راح ندخله بالفتحات هذه. فهذا الحين طريقة تركيب وحدة داخل كابينة يخت، والماكينة من سدحة فوق غرفة اليخت أو كابينة اليخت. أقول لكم عن قاعدة المكيف نفسها، هذه مصنوعة من الحديد، شلنا كل الحواف الحادة اللي فيها، ما خلينا حواف فيها. ثاني شيء، بعد ما ولحمنا زيادة عليها غير عن الكرفانات، وهم ميلنا هذه تناسب ميلان أرضية اليخت من فوق، وبعدين وديناها سوينا لها جافنايزد. راح احط لكم فيديو شلون سوينا لها جافنايزد، حطوها بحوض فصارت هي عازل الماء مطليه، وبعدين صبغناها. شوف شلون صبغ نظيف، صبغناها حراري، صبغ حراري مو صبغ العادي. هذا الحين هني مديناه كذي، شفتوا؟ وهذا الهوز كذي، بعدين صاحبه لبسه خام، نفس الخام هذا يصير موه ولا تشوفه. زين، طبعا تمديد الكهرباء بالقصة العودة، الواير راح نزل، راح ورا هذا، راح ورا هذا وهني، ولكن هني شيء ثاني، الحار صوب والبارد والايرث تحت، فلازم تدش من الغرفة هذه، دش من الفتحة هذه أساس تشتغل تحت. يعني أنا الحين يبيلي نص ساعة أساس أسوي ريكوفر ويتعدل وضعي من بعد الفتحة هذه. قولي إيش رأيك؟ تمام شغل جبار. زين الحمد لله، مرتاح مستانس؟ تمام، برودة طيبة والأمور طيبة، الله يبارك لك إن شاء الله بحلالك. وهذا شكل مكيف الحين من فوق، بعد ما قطيناه ركبنا الغطاء. الهوز هذا ممكن يتلبس الفيبر اذا يحب صاحب اليخت، والله يبارك له. وهذا شكل مكيف الحين هني،
جاية متناسق على اليخت بإذن الله يتهنى فيها إن شاء الله. الحمد لله خلصنا شغل تركيب وحدة سبلت يونت مكيف AUX، فيها تايمر، فيها هيتينج، فيها تبريد توصل لماينس لدرجة حرارة 16، انفرتر تسحب 2000 واط، 2000 واط ولا شيء، وما لها قومة، مو نفس الوحدات العادية، مو نفس المكيفات المارين نفسهم اللي لها قومة تسحب من الكمبرسر سحب اليهد التعب الجنريتر، لا قومتها بسيطة، تزيد الباور قد الحاجة وتنقص الباور قد الحاجة. والحلو فيها أنا بعد فيها يعني هيتينج، يعني تقدر تستخدمها كتدفئة إذا طالع بحر ولا يخت، ولا إذا طالع بحر ولا بر إذا كنت بكرفان. فبصراحة مكيف جدا عملية، وإن شاء الله يتهنى فيها صاحبها ونشوفكم على خير. إذا عندكم أي توصيات أو تعليمات كتبوها تحت بالكومنتس، وسووا سبسكرايب حق فيديوهات مستقبلية.